يعني حسب ما يقال انه هذا يسجل ثاني مره على مستوى العالم. يعني العراق محظوظ يعني وجود هيك حيوان به. مثل حكايات الصيادين القديمه التي كنا نسمعها، يستيقظ الصياد نصر من ناحيه الاسحاق كسائر ايامه ويرمي بدلو شباكه في نهر دجله ليصطاد ما لم يكن يتوقعه، حيث وقع في شباكه كلب ماء اوراسي فريد من نوعه وبلون مميز يعد من النوادر. يعني عادة ما أطلع يومي الصبح لصيد السمك، في هذا اليوم يعني كنت ذابة الشبك، لاحظت ظهور هاي الحيوانات يعني على الشبك، تضربون الشبك تطلع، تضرب الشبك وتطلع، شق الأشباك، فهذا اللون بيناتهن يعني كلهن أفراخ، جميعهن يعني اللون أسود، مجرد إنه هذا اللون أبيض بيناتهن، فجبته وسحبته هنا، أخذت له صور ومقاطع نشرته. فوصلت للبيئة يعني قبل لا توصل للبيئة يعني جماعة انطوا مبالغ يعني وصل لحد 50,000 دولار، وأنا رفضت أبيعه. معنيون ومواطنون ممن عاشوا قصة صيد هذا الحيوان النادر طالبوا وزارة الصحة تبني تربية هذا الحيوان الذي عدوه ثروة ومكافأة صائده الذي حرص على الحفاظ عليه على الرغم من المبالغ المغرية التي قدمت له. تم اكتشاف هذا الحيوان الغريب الفريد من نوعه في محافظة صلاح الدين ناحية الإسحاقي في نهر دجلة. هذا الحيوان الأول على الشرق الأوسط، الثاني على العالم. هذا الحيوان به مميزات خاصة، نطالب وزارة البيئة بالاحتفاظ والعناية في هكذا حيوانات لأجل التكاثر. هذا الحيوان النادر الذي يتميز، هذا الحيوان وهو كلب الماء الأوراسي، يتميز باللون شعره الأبيض إلى الذهبي وذات عينين حمراء، وهذا ما يميز هذا الحيوان حسب الخبراء الذين أتوا يوم أمس إلى منطقة الإسحاقي. وهذا الحيوان يعتبر ثروة بلد، فيجب الحفاظ عليه من قبل المسؤولين، وأيضا يجب عليهم دعم الأخ نصر كونه محافظ على هذا الحيوان، وتم دفع له مبالغ هائلة ولكن أبى أن يضحي بثروة البلد. كلب ماء أوراسي وصل إلى نهر دجلة وتحديدا عند نهر الإسحاق جنوب محافظة صلاح الدين، ليكون حديث الساعة على مواقع التواصل لندرته ولغرابة وصوله إلى هنا. من صلاح الدين، فراس الحسني، قناة التغيير.